موجز الأخبار من أون لايف، أهلا ومرحبا بكم. يشارك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم في قمة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير أشرف سلطان، صرح بأن التوافق على اختيار الرئيس السيسي عضوا في ترويكا رئاسة الاتحاد الأفريقي اعتبارا من عام 2019 وعلى مدى 3 سنوات قادمة يمثل إضافة جديدة لدور مصر على الساحة الأفريقية. سيطر الجيش اليمني والمقاومة بإسناد من التحالف العربي على المواقع قبالة جبل الزهور في جبهة صعدة، كما وصل طيران التحالف مساندته للجيش اليمني بتنفيذ عدة غارات على جبل رازح. قال ناشطون إيرانيون إن قوات الأمن أطلقت الرصاص على متظاهرين ضد النظام الإيراني في مدينة خرمشهر في إقليم الأحواز، وتتواصل التظاهرات في الأحواز جنوب غربي البلاد لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على شح مياه الشرب وتدني الخدمات العامة. أظهرت مقاطع مصورة حشودا كبيرة من المتظاهرين في المدينة وعلت الهتافات ضد النظام الإيراني، بينما رفع متظاهرون أوعية مياه فارغة. الختام، شكرا لكم.